السلام عليكم أخواتي إخواني متابعي قناة صحة الغذائي. اليوم إن شاء الله سنتعرف على مرض من الأمراض وهو مرض الصرع. سنحاول أن نجيب على الأسئلة التالية حتى نلم بالموضوع وبشكل مختصر. ما هي أنواع مرض الصرع؟ ما هي أعراض الصرع؟ ما هي أسباب الصرع؟ كيف يتم تشخيص مرض الصرع؟ كيف يتم علاج مرض الصرع؟ ما هي أنواع مرض الصرع؟ يعد الصرع أخواتي إخواني من أخطر أنواع الأمراض التي تصيب الإنسان، ومن أنواعه هناك الصرع الجزئي الذي يكون في مناطق محددة من الدماغ مع تغير أعراضه بناء على المنطقة التي تعرضت للإصابة، كما أنه من الصعب أحيانا أخواتي إخواني معرفة في حال كانت نوبة صرعية. أما نوبات هذا الصرع الجزئي فهي تكون معقدة أو بسيطة، وذلك بناء على الشخص المصاب في حال استطاع أن يحافظ على اتصاله بما يدور حوله وبمحيطه أو لم يستطع. ثم هناك الصرع العام، حيث تتحول نوبات مرض الصرع لنوبات عامة، فتبدأ العاصفة الكهربائية من خلال منطقة محددة من الدماغ لتنتشر لاحقا لباقي الدماغ. الآن ما هي أعراض الصرع؟ يتولد أخواتي إخواني مرض الصرع جراء عدم انتظام نشاط خلايا الدماغ، ولذا فإن نوبة الصرع فقد تسبب ضررا لأي عمل يقوم به الجسم ويتم تنسيقه بواسطة الدماغ. والنوبة الصرعية أخواتي إخواني قد تسبب بلبلة مؤقتة وفقدانا تاما للوعي وتحديقا في الفضاء أو حركة ارتجافية غير إرادية في اليدين والرجلين. وتختلف أخواتي إخواني أعراض الصرع باختلاف نوعه، فهي معظم الحالات إذا عانى شخص ما من نوبات صرعية متكررة فإنه يميل إلى تطوير علامات وأعراض الصرع نفسها في كل نوبة، بحيث تصبح العلامات المصاحبة للنوبة الصرعية متماثلة من نوبة إلى أخرى. ولكن هناك مرضى آخرون يعانون من أنواع مختلفة من النوبات، وبالتالي فإن أعراض الصرع ستختلف. في بعض الحالات أخواتي إخواني قد تبدأ النوبة في جزء ما من الدماغ ثم تنتقل بعدها إلى جميع أجزاء الدماغ. الآن ما هي أسباب الصرع؟ يمكن للصرع أخواتي إخواني أن يحدث في أي عمر أو في أي سن، إلا أنه غالبا ما يبدأ في سنوات الطفولة، وغالبا ما يكون من الصعب تحديد سبب الإصابة بهذه الحالة، إلا أن بعض الدراسات أخواتي إخواني تشير إلى وجود صلة بين بعض حالات الصرع التي تحدث في مراحل متأخرة من العمر مع الضرر الذي قد يتعرض له الدماغ، مثل السكتة الدماغية أو الأورام الدماغية أو إصابات الرأس. كما قد تنجم بعض حالات الصرع عن تبادلات في الدماغ بسبب بعض الجينات المورثة من الأبوين. كيف يتم تشخيص الصرع؟ غالبا ما يجري أخواتي إخواني تشخيص الصرع بعد أن يعاني المريض من أكثر من نوبة صرعية، وذلك لأن الكثير من الأشخاص يصابون بنوبة صرعية واحدة في حياتهم. والإشارة فإن المعلومات الأكثر أهمية لتأكيد الإصابة بالصرع هي وصف ما حدث في أثناء النوبة، سواء من قبل المريض نفسه أو ممن شهد حادثة النوبة الصرعية. كيف يتم علاج الصرع؟ يتم أخواتي إخواني علاج مرض الصرع لدى معظم الأشخاص بفضل استعمال دواء واحد يكبح النوبات، وفي المقابل قد يزداد عدد النوبات وتشتد حدتها وخطر لدى آخرين من جراء تناول الأدوية. فأكثر من نصف الأطفال المصابين بالصرع والذين تلقوا الأدوية من أجل علاج الصرع قد استطاعوا في نهاية المطاف التوقف عن تناول الأدوية فعاشوا حياة طبيعية بدون نوبات. وعدد كبير من البالغين الذين يعانون من الصرع سيكون بمقدورهم هم أيضا التوقف عن تناول الأدوية في حال مرور أكثر من سنتين على النوبة الأخيرة. فعلاج الصرع أخواتي إخواني بالدواء الصحيح والجرعة المناسبة قد يكون مهمة معقدة، فمن المنطقي أخواتي إخواني أن يوصي الطبيب المعالج بدواء محدد ووحيد بجرعة قليلة نسبيا، ثم يزيد الجرعة بصورة تدريجية حتى يصبح بالإمكان التحكم والسيطرة على النوبة. وإذا ما جرب المريض ما بالصرع تناول دوائين منفردين دون جدوى، فقد يوصي الطبيب المعالج بدمج الدوائين معا. كل الأدوية المضادة لنوبة الصرع لها أعراض جانبية كما نعلم، وقد تشتمل على التعب الخفيف والدوخة وزيادة الوزن، وكذلك قد تظهر أيضا أعراض أكثر حدة من الاكتئاب والطفح الجلدي وفقدان التناسق الحركي ومشاكل في التحدث والكلام والتعب الشديد. ومن أجل تحقيق الضبط الأقصى لنوبة الصرع ينبغي تناول الأدوية طبقا لما يصفه الطبيب بالضبط. كما ينبغي أخواتي إخواني المحافظة على الاتصال والتشاور دائمين مع الطبيب المعالج عند تناول أي أدوية أخرى مهما كان نوعها. ومن الممنوع إطلاقا أخواتي إخواني التوقف عن تناول الأدوية التي وصفها الطبيب المعالج
بدون استشارات. وفي حالة لم تنفع الأدوية في علاج الصرع ولم تكبح النوبات أو لم تحقق نتائج مرضية، قد يوصي الطبيب بطرق علاجية أخرى مثل المعالجة الجراحية أو ما يسمى بالمعالجة الإشعاعية أو الحمية الغنية بالدهون. فينصح مثلا أخواتي إخواني بتلقي علاج الصرع الجراحي غالبا حينما تدل الفحوصات على أن مصدر النوبات يتركز في منطقة صغيرة ومحددة من منطقة الفصوص الصدغية في الدماغ. وينصح بعلاج الصرع الجراحي في حالة نادرة، خاصة إذا كان مصدر النوبات موزعا في عدة مناطق مختلفة من الدماغ، أو إذا كان مصدر النوبات في منطقة من الدماغ تحتوي على أجزاء وظيفية حيوية. وعلى الرغم من أن حالة الصرع أخواتي إخواني تتباين وتختلف بشكل كبير بين المرضى، إلا أن هناك قواعد عامة تساعد المرضى على التعايش مع هذه الحالة، حيث من الضروري أن يحافظ مريض الصرع على صحة جيدة من خلال ممارسة التمارين الرياضية والحصول على قسط كافي من النوم وتناول وجبات غذائية متوازنة وتجنب المشروبات الكحولية. كما ينبغي على المريض التفكير جيدا قبل الإقدام على أي نشاط أو مشروع في الحياة مثل التفكير في الزواج أو الإنجاب. ويمكن دائما أخواتي إخواني استشارة الطبيب وحصول على نصائحه بشكل متواصل، خاصة في لحظات الأزمات. وأتمنى لكم أخواتي إخواني الإفادة والاستفادة والصحة والعافية الجيدة إن شاء الله. فهدف القناة هو إغناء الثقافة الصحية والوقائية، خاصة الثقافة الوقائية، لأننا لا ننصح بعلاج طبي خاصة بأمراض معينة، فهذا شأن الأطباء وحدهم. فالمرضى نطلب من الله أن يشفيهم، ولكن يجب عليهم أولا استشارة الطبيب وأخذ العلاجات المناسبة، وليس الاكتفاء بالنصائح بدل العلاج، فهذا سلوك خاطئ ربما سيؤزم حالتهم النفسية. فالنصائح ربما ستنفعهم ولكن ليس بالقدر والفعالية بالنسبة للصحة، فهي وقاية لهم إن شاء الله من الأمراض. إذن فمهمة قناتنا تبدأ من الوقاية بالدرجة الأولى وتنتهي عند بداية مهمة الطبيب. في الأخير حتى يساكم كل جديد مفيد لنا ولكم ولكل من يحيطون بكم من أقرباء وأصدقاء، أن تقوموا فضلا وليس أمرا بالاشتراك في القناة ووضع إعجاب للفيديو وكتابة تعليق حتى نستفيد جميعا، والضغط على أيقونة الجرس حتى يصلكم إشعار بموضوع جديد. وحتى لا أطيل عليكم أتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.